النجاح ديال اي حاجه كيجي متصمم شكله مخالفه الاخلاق يا عمي. انا ما متبعش الدوري ولكن حضرت دابا في المباراه النهائيه تبارك الله تنظيم في المستوى وجد عطاها التنظيم واحد القيمه وواحد الحضور الجماهيري وواحد المدير المتميز الناس اللي حاضره هنايا الناس اللي الناس اللي عندها الناس اللي وازينه عائله واحده كيف الشيء صراحه كيف العرائش كيف المباراه النهائيه صراحه كاين مواهب اكيد وطن واحد يجمعنا خمسه الاسبوع العافيه نظرات يا عيوني اليوم هي خاصة كرة القدم لأن ملعب كفادة كيلعبوا فيه لاعبين متميزين صراحة ما كيعاونوش بزاف مجموعة ديال الحوايج اللي هي تحمية أنا اللي بان ليا بأن كاين تبارك الله كاين خزان كبير في هذه الأماكن هذه صراحة إذا توفرت الإمكانيات باش أنهم يمارسوا اللعبة اللي كيبغيوها غادي يكونوا مواهب غادي يكونوا في قاسي محمد غادي يمكن أن لاعب يصعب من هنا أنه يلعب في الأوساط في الهوات حنا كنشوفوا فرق كبرى في قسم الوطن الاول كتستقطب لاعبين من الهوات ولكن من شباب العرائش كنلاحظوا مازال ما كاينش واحد السياسه ديال ادماج ديال اللاعبين سيرتو لا بالنسبه للفرق الرياضيه ولا بالنسبه للجمعيات ولا يعني واش عندكم شي سياسه انتم في اطار يعني مدينه العرائش ولا الفريق الاول ديال مدينه العرائش ولا جميع الفروع ديال مدينه العرائش ما كينفتحوش على العالم القروي والمواهب ديال المناطق بدليل اننا كنكسب الفرق ديال المدينه اللاعبين ديال مدينه العرائش وبالتالي كاين هذيك البركه ديال اللاعبين ولا ذاك العدد ديال اللاعبين اللي هو محسوب على رؤوس الاصابع هو اللي كيمارسوا في هذه الفرق هذه وبالتالي الحمد لله انت كتشوف راه كاين خزان كبير خير اللي ينفتح اليوم خصو يديروا يداروا دوريات من هذا النوع هذا خصو يكونوا مكتشفين ديال هذه المواهب هذا ونعطيك امثله كثيره في هذا الاطار هذا الى نهضروا مثلا على اقليم الماطور فيه مجموعه ديال البوادي وبالتالي ديك البوادي اللي غنهضروا على الطيب ولا السلوان ولا العلوي ولا غنهضروا على ولا غادي نتكلموا على مجموعه ديال الفرق اللي كتمارس دابا في الهوات وهي غير بوادي ديال مدينه الناظور علاش ما نشوفوش هذا الشيء في مدينه العرائش مثلا بحال خميس الساحل بحال ثلاثه الرصانه بحال خميس بحال العوامره بحال بزاف ديال ديال القرى ولكن ما عندهاش فروق اللي في المستوى وما كاينش شي انفتاح على هاد اللاعبين دابا هاد اللاعب هذا وغيتسالى هاد الدوري هذا شكون غيعرفو حتى واش كيلعب الكره ولا ما كيلعبش الكره كيسمى مكتشف في بيجي العمليه ديال استقطاب شباب العرائش اللاعبين يعني اللي كيلعب مارسو في البوادي ولا حتى في مدينه واش عندكم شي سياسه خاصه في اطار الاستقطاب ما كاينش شي سياسه ديال الاستقطاب ولا اكتشاف المواهب ما كاينش شي سياسه بدليل انت كنقول لك دائما كل عام فريق شباب العرائش ولا جميع الفرق ديال المدينه انهم كيبحثوا على لاعبين وعلى اساس انه يجي يتفرج الدوري غيبان له لاعبين.